من واجب حفص أن أعرسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلق السماء هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقال
كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أعوذ بالله من الشيطان.
وربكم من كل
يقص الحق وهو خير
خير الفاسدين، خير الفاسدين. أي الفاسدين أي الحاكمين. الحاكمين دين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بالسنين السنين السنين يعني الجذور. الجذور جيد. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون. ضمن دأب كعادتهم. جيد. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ما منعك النور؟ أي التنور. أي التنور المعروف. المعروف منه أي إذا كان ونور دويلة. نرى الماء من التنور المعروف. التنور ما اسمه؟ أنت تقول هو معروف ونحن من أن نعرفه. الذي يغضب الخبز يعني. لا الذي يطبخ فيه الخبز. زين. وقال له المخبز. زين. زين. عوده العرب. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. سولت. زينت. زينت. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. واصبا دائما. دائما دائما. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أي مهلك نفسك. مهلك دائما. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أن تميد بهم أي أن لا تميد بهم. ما فسرتها تميدا؟ التميدا اي لئلا تضطرب بنا. تضطرب جيد. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اخسؤوا ما معنى اخسؤوا؟ اي ابعدوا. ابعدوا او ابعدوا ياتي لا باس. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. لا ضير لا أبالي. لا لا ضير أي لا حرج. لا حرج أو ضيق لا لا ضرر. لا ضرر ما فصلوه إلى هذا لكن نسك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما معنى ولا تخطه بيمينك؟ ولا تكتبه. وهم يصطرخون فيها. ما معنى يصطرخون؟ يصطرخون فيها يغيثون. يستغيثون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ما معنى اجترحوا؟ أي اكتسبوا. جيد. الآن السؤال الأخير. أعلم قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. ومن النخل من النخل أي نعم. ومن النخل من ظرفية. نعم ظرفية. لا لا حرف جر. حرف جر. النخل اسم. لا ما إعرابه. اسم. اسم هو إعرابه. هو نريد الإعراب. هل هو فاعل أو مبتدا أو مفعول به؟ مبتدا. مبتدا. ما فائدة منه التي سبق اسمه؟ عنوان. ما إعراب عنوان؟ ومن النخل من طلعها عنوان جار ومجرور هو متعلق بالخبر. خبر المقدم. من طريقها جار ومجرور أيضا بدل من الذي قبله.
عنوان هو مبتدا ودائما صفته وما ياتي معطوف عليه. بارك الله فيك. Jawa na, Jawa na, yo, Jawa ni ada, Jawa ni ada.